دق الجرس اما لا صباح الخير ما سمعتوا للجرس سمعناه طب بونجور مدام لحظه بس بونجور لحظه ساعه كل يوم عن يوم عم بيصير في تاخير بونجور وين الباقيين كيف يعني نازلين صباح عندك مهمة رافائيل إيه؟ بس حط لي هاي هون حط غراضي هون ومشي معي انطروني ما حدا بيتحرك تفضل رافائيل مشي معي دلني على الطريق تفضل الله يعينك من المناظر الوطنية عود عائل بدي يطلع بال عند الشباب مروان بعدك نايم؟ بعدك نايم؟ بلا كنت نايم هلا شفتك كنت نايم وعلي كان نايم بس بدري هلا خلصوا لا وناطرتكم بالصف خلصنا حسابكم بالصف هذيك بعده عم يعمل سيشوار طمن باله انه عمل فوكاليس خلص ما سمعت الجرس؟ ما سمعت ما شفت انه ما بقى في حدا موجود فوق ممنوع تفوتوا على الصف بتغسل وجهك انت ومرتضى انت خلاص ايه مغسلين الفوضى بتورد مشاكل والانسان بيرجع لورا وبيعيش بالفوضى كل حياته وما بيتقدم بليز شباب عم بحكيكم مثل امكم انا بحبكم كتير ما بتصوروا قدي وعم بتشوفوا بعينكم كيف عم بهتم فيكم بليز بدي النظام علي شو قال لي علي مبارح ايه تفضل ابني علي قال لي انا اول واحد بس شوفك بدي اطلع على هون وغني هاي مبارح قال لي اياها فيني ذكروا فيها فيني فرجيها بعد جمعتين ما بسامح حدا خلص صباح الخير صباح الخير ما سمعت الجرس والله أنا سمعت الجرس والله أنا آسف وما حسيت على أصحابك وريحة الكولونيا وريحة السبراي كله هذا ما حسيته إلا بس يعني أنا بالي يعني دوب الحصة ما جات وكذا علي آسف عائل والله ما بقى تعيدها عيوني خلاص بدنا نتقدم ضروري إيه يلا شكرا أنت منك أكل لا عادي مو مشكلة أكيد إيه صباح الخير لا رجع لورا